لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي 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 الله. فيما يتعلق ب عمران ابن حطان الخارج، أنا قبل أن أقول من هو عمران ابن حطان بودي أن المشاهد الكريم يأتي معي ليعرف من هو عمران ابن حطان في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء الرابع صفحة 214. قال عمران ابن حطان ابن ظبيان السدوسي البصري من أعيان العلماء، لكنه من رؤوس الخوارج. أحسنت. جيد. هسه إلى هنا واضح أن هذا الإنسان ماذا؟ خارجي. نعم. بل ماذا؟ بل من رؤوسهم، من رؤوسهم، بل من علمائهم كما يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمي. نعم. ولكنه محل الشاهد في صفحة 215، وكان من الشعراء الكبار أيضا. نعم صحيح. قال ومن شعره في مصرع علي رضي الله عنه يمدح بن ملجم بليه يا ضربة من تقي يصف بن ملجم. إذن لا لا، الآن واقعا أنت تجد أكو أدبيات خاصة ببني أمية وبالخوارج. نعم. وهي أنه من يقتل علي فهو ماذا؟ تقي. فهو التقي. أما من يوالي علي بعد ماذا يكون؟ كذاب لا ورع له، لا ورع له، وكذاب وفاسق. نعم. هذا هو الميزان، هذا هو الدين الذي بناه لنا بنو أمية ويدافع عنه هؤلاء الذين الآن نسمعهم على المنابر وعلى الفضائيات. هذا هو دينهم، أقسم بالله أن هذا دينهم، وإلا إن كانوا صادقين فليأتوا ويتبرأوا من هؤلاء. أحسن. ولكنه لن يتبرأ أحد منهم. آخر المطاف يقول اجتهد فأخطأ. آخر المطاف. أحسن. اجتهد فأخطأ في قبال من؟ في قبال نص رسول الله، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. نعم. إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لقتله علي، لقتله لا لغير شيء. لا لا لا، بل وإلا هو لا يوجد عنده ابن ملجم، لا يوجد عنده شيء آخر. صار أوفى البرية. أوفى قلت لكم هذا هو الدين ماذا؟ الأموي. هذا هو الإسلام الأموي. هذه هي العقيدة، الديانة الأموية. جيد. هسه قد يقول لقائل سيدنا هاي القضية مرتبطة بالخوارج. بعمران بن حطان، ما هي علاقتها بنا؟ نعم. ببحثنا نحن الآن لا نحترمه ولا واقعا نحترمه. أحسنتم، لا علاقة. الجواب لا يا أخي العزيز، لو كانت القضية مرتبطة فقط بعمران بن حطان والله ما كان عندي مشكلة. أنا عندي مشكلة مع معكم الذين تقولون أن البخاري أورع الناس، أن البخاري أتقى الناس، أن البخاري أصدق الناس، أن البخاري كتابه أصح كتاب بعد ماذا؟ بعد القرآن، بعد كتاب الله. جيد. هذا الأصح بعد كتاب الله مفروض أو ينبغي له أن ينقل رواية في سندها عمران بن حطان رأس الخوارج، الذي هو رأس الخوارج، الذي يمدح قاتل علي، ولا أقل هو الخليفة الرابع. أحسن. ولا أقل هو من العشرة المبشرة بالجنة، ولا أقل ولا أقل. هذا تعتقدون به، ولكن يظهر هذا القدر أيضا ماذا؟ لا يعتقدون به. انظروا ماذا يقول الإمام البخاري. هذه الرواية أنقلها لكم من مختصر صحيح الإمام البخاري للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، باعتبار هذا الكتاب لم نخرجه سابقا، يعني لم نأتي به للمشاهد، ولذا أضطر أنه أقرأه كاملا. للعلامة المحدث الألباني، الطبعة الشرعية الوحيدة، الجزء الرابع، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد الرياض. خلي أشير أيضا إلى الطبعة الموجودة. قال الطبعة الأولى للطبعة الشرعية الوحيدة
1422 من الهجرة فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية إلى آخره. هناك في المجلد الرابع هكذا يقول بودي في صفحة 39 من الكتاب، قال: ومن طريق عمران بن حطان، هاي الرواية هذا الكتاب مختصر ماذا؟ صحيح البخاري. فده ينقل ماذا؟ يعني أن البخاري ينقل عمن؟ عن عمران بن حطان. قال: سألت عائشة عن الحرير إلى آخره. المهم عندي الحاشية، التفتوا لي جيدا، المهم عندي الحاشية اللي هي حاشية العلامة الألباني، يقول: عمران بن حطان من رؤوس الخوارج وشعرائهم، وهو الذي مدح ابن ملجم أو ملجم الشقي. أشقى الآخرين. التفتوا، الألباني يعتبره ماذا؟ لقول رسول الله. بلي أحسنتم. نعم. ابن ملجم الشقي قاتل سيدنا علي، يقول هو الذي مدح ابن ملجم بالأبيات المشهورة. قال بعضهم، لأنه هو لا يستطيع أن يوجه هذا العمل لمن؟ للبخاري. نعم. أنه كيف يمكن التوجيه؟ قال بعضهم، يظهر أنه مو رأيه. نعم. ولكنه ماذا يفعل؟ هل يسقط البخاري؟ هل يتهم البخاري بالهول؟ تقوم القائمة عليه. نعم. أحسنتم. قال بعضهم: إنما أخرج له البخاري على قاعدته. ما هي القاعدة التي يستند إليها البخاري؟ بودي أيها المشاهد الكريم، للمحققين اللي يريدون يرجعون إلى البخاري ويتأملون حتى يعرفون قاعدة البخاري، على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع. لا إله إلا الله، عجيب. خب يا إمام، يا أيها الإمام البخاري، ما دام أنت تخرج عن ماذا؟ عن أعداء علي. لا مو أعداء، عن المبتدعين. نعم. الشيعة أيضا ماذا؟ مبتدعون عندكم. عندكم خو، هاي أيضا أخرجوا لهم الروايات. لماذا؟ عندهم مشكلة لماذا؟ علي لماذا عندما تصل إلى هاي البدعة؟ لا يجوز. لا يجوز. إلى هذه البدعة يجوز. وإذا تبين عندنا بدعة محمودة وبدعة ماذا؟ مذمومة. تبين أنه مو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. لا، بعض البدع ماذا؟ توصل الإنسان إلى الجنة وإلى النجاة. نعم. مثل هذه البدع إذا كان فيها بغض علي. كان فيها بغض علي فهي بدعة حسنة. نعم. وأنا إنما أقف عند هذه، وأقسم بالله العظيم، عندما يقولون نحب عليا يكذبون في ذلك، ولا يكون ينتقون الناس، لأنهم يعرفون إذا قالوا أننا نبغض عليا لسقطوا ماذا؟ من حساب المسلمين. أحسن. من حساب المسلمين، لا يبقى لهم أي قيمة على أي الأحوال. هسه أضرب الشاهد مثال على ذلك. قال: إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متدينا. فإذا عمران بن حطان ما هو؟ متدين صادق متدين اللهجة. يعني قتل علي يسقط عدالته أو لا يسقط؟ أبدا، يسقط. يزيده تدينا وصدقا. أحسنتم. يزيد حسابه عند الله، أوفى الناس عند الله ميزانا. هذا من؟ هذا منه؟ هذا هو رأي الألباني توجيها لكلام من؟ توجيها لنقل البخاري أو إخراج عن عمران بن حطان.